السيد العميد عبد الرزاق الكيلاني اليوم خلال التظاهرة الاحتفالية بذكرى الثورة في 14 جانفي، وأنت كنت مشارك في هذه التظاهرة، تعرضت إلى اعتداء فظيع من قبل شخص بالزي المدني، ويعني شيء مؤسف حقيقة، لم يحدث تقريبا في تاريخ المحاماة أنه عميد يقع الاعتداء عليه بهذا الشكل، ويعني يقع جرك، وربما مفيد للرأي العام المحلي والدولي حتى يتعرف ويطلع على هذه الجريمة النكراء التي حصلت لك في هذا اليوم. تفضل. أولا نحب نهني الشعب التونسي بالذكرى 11 لثورة الحرية والكرامة. نحب نترحم على شهداء الثورة، شهداء الثورة ومعناها وجرحى الثورة، نحيي جرحى الثورة. وبهذه المناسبة معناها نحب نقول اللي اليوم اللي حصل معناها ويوم أسود في تاريخ البلاد، باعتبار وأن هذا الاحتفال تحول تقريبا إلى معناها عمليا تاع اعتداء على مواطنين معناها نزلوا إلى الشارع أولا للاحتفال، وكذلك للتعبير السلمي عن رفضهم للانقلاب اللي حصل اليوم 25 جويلية من طرف معناها رئيس السلطة التنفيذية. اليوم كما كان أشار الأخ تعرضت معناها العملية شنيعة، يعني بينما كنت معناها أتظاهر وأعبر على فرحي بثورة الحرية والكرامة وأخلد مع شعبنا هذه الذكرى المجيدة، وقع اختطافي من طرف شخص بالزي المدني، يعني تقريبا جرني تقريبا لمسافة 250 متر تقريبا، ومعناها وقف أمام حافلة باقة نتاع أمن، يعني أراد حشري فيها مع مجموعة حشري بالقوة مع مجموعة من الناس اللي وقع إيقافهم. وقال له احد الاعوان، قالوا لا ما تحطوش في السياره هذه، احمله الى سياره اخرى. وبينما كنت استعد للدخول الى هذه السياره التفت فوجدت ان السيد الذي كان معناها يحتجزني يرفع يده، ولم اجده، يعني اختفى تماما. ووجدت نفسي معناها أمام مشهد محزن، لأن شفت مواطن معناها بصدد طلب النجدة، وهو يعني عنده ضيق تنفس وعنده بخاخة معناها بصدد محاولة التنفس. ووجدت نفسي طليقا بعد أن كنت معناها في وضعية نتاع اختطاف واحتجاز في نفس الوقت، ورجعت معناها مع بقية المواطنين اللي كانوا معناها يظهروا ويعبروا على معناها غضبهم ويعبروا على تنديدهم بالانقلاب اللي حصل في بلادنا. هناك مخاوف السيد العميد من أن يكون مثل العناصر هذه مما يسمى بالحشد الشعبي، يتم إطلاق معنت أيديهم في مثل هذه التظاهرات للانتقام وللتشفي من كل من يعارض هذا الانقلاب. هل هذا ممكن يحدث، ممكن يحصل؟ يعني انا حسب ما ريت، يعني انا شفت اللي معناها الاعوان الامن اللي بالزي الرسمي تقريبا معامله نجم نقول نتاع احترام والحق يقال، لكن فوجئت بهذا الشخص معناها يتوجه الي من يبرز من مجموعه من الامنيين وهو بالزي المدني ويختطفني، وكأنه معناه يقصدني أنا شخصيا. وكما حكيت لكم يعني بعد ما جرني إلى السيارة هذه وحاول معناه حشري فيها، تفاجأت بأنه معناه يرفع يده من ورايا، يعني من جهة الرقبة ويختفي تماما.
معناتها ظاهر انه الشخص هذا ربما في تلك اللحظه استوعب خطوره العمليه اللي قام بها. لا لا يمكن انا خاطر انا في الاثناء يعني لاحظت ان هناك قيادات امنيه شافتني يعني شافتني في انا لاحظت اللي انا كنت بحاله نتاع تقريبا ايقاف معناها. سيد العميد توا مثل التصرفات هذه مع تصاعدها اصبح تمثل خطر على السلم حقيقة الاهلي، يعني بعد اختطاف الاستاذ المحامي النائب نور الدين البحيري اليوم تتعرض لهذا الاعتداء الفظيع الذي لم يحصل في تاريخ المحاماة في معناتها في مكان عمومي وامام الجميع، ان عميد معناتها عميد المحامين يتم اختطافه بالشكل ذاك والاعتداء عليه، هذا امر خطير جدا ولابد من ان هل بقيه المحامين العشرة آلاف محامي يتحملوا مسؤوليتهم في حمايه زملائهم ولكن في حمايه كل تونسي كل مواطن يتعرض لمثل الاعتداءات هذه. هل هناك في الطريق معناتها يعني تفكر في تقديم شكايه سيد العميد؟ شوف انا سبق واني نبهت الى ان الحقوق والحريات اليوم في بلادنا اصبحت حقيقه في خطر، اصبحت مهددة هذه الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور البلاد، ومع الأسف الشديد معناها يقع اليوم انتهاكها تقريبا كل يوم. نعيش الاختطافات، نعيش يعني السجن المدونين، نعيش معناها المس من حرية التعبير، نشوف الصحفيين يقع سجنهم، نواب شعب يقع سجنهم، معناها سياسيين يقع سجنهم، صحفيين يقع سجنهم، معناها كل تقريبا كل الحريات هالمدة الأخيرة وقع المساس بها. وعلى هذا الأساس معناها كما قلت أنت هناك صرخة فزعة يجب إطلاقها تجاه أن يجب على الشعب التونسي أن يعي بخطورة هذه المرحلة التي نمر بها، مرحلة هذا الانقلاب الذي تجرأ عليه القيس سعيد. وإحنا اليوم معناها كرجال قانون كحقوقيين يعني لابد باش نقف إلى جانب الشعب. خاصة المحاماة عبر التاريخ كانت انحازت دائما إلى الشعب، وقفت دائما إلى جانب الشعب، سنقف إلى جانب الشعب، سنتصدى لهذا الانقلاب بكل الوسائل السلمية والقانونية، ومعناها حتى تنتصر معناها أولا دولة القانون، دولة القانون والمؤسسات التي تقريبا أفرغها من محتواها قيس سعيد اليوم لما استولى على كل السلطات تقريبا يحكم معناها بنفسه، يريد أن يكرس حكم الفرد الواحد. لن نتركه وسنقاوم كما قلت بكل الوسائل القانونية والوسائل السلمية. هل صدر موقف من الهيئة الوطنية للمحامين بعد الاعتداء الفظيع اللي تعرضت له اليوم السيد عبد الرزاق الكيلاني؟ والله أنا مباشرة بعد ما يعني وقع إطلاق سراحي يعني علمت أولاً السيد عميد المحامين ثم رئيس الفرع الجهوي للمحامين، وبالطبع هو الذي سيتخذ ما يجب اتخاذه، ولكن احنا في كل حال من الأحوال سأباشر حقي في التشكي لدى القضاء، لأن هذه الممارسات أصبحت ممارسات خطيرة، خطف المواطنين في الشارع يعني هذه معناها من السوابق الخطيرة. تذكرنا بالديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية في سبعينات القرن الماضي، تذكرنا بأسوأ معناها ما أحلك فترات الحكم نتاع الديكتاتورية. معنا احنا ما نعرفوش شنو صار في الامريكا، لكن في تونس كذلك عشنا في فتره من الفترات هذه، وخلنا وان عندما جاءت ثوره الحريه والكرامه طوينا هذه الصفحه. مع الاسف الشديد اليوم وكاننا نرجع للمربع الاول، وسوف لن نترك هذا يحصل، كلفنا ما كلفنا من تضحيات. الحمد لله على السلامة. شكرا. السيد العميد عبد الرزاق الكيلاني. شكرا. وإن شاء الله الممارسات هذه لن تمر وهذه الثورة تكون منصورة بإذن الله وستتحقق أهدافها إن شاء الله. إن شاء شكرا الله. لك شكرا عايش. شكرا.